السلام عليكم. هلا. وعليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. كيفك انت؟ الحمد لله تمام. سلام. يعني معلش انا قلت نتقابل هنا لانه ما حبيت اجيكم البيت، يعني تعرف. لا عادي احسن. بس خير، قلتي تبيني في شيء؟ خير، كل الخير. تفضل. وش ده؟ هذا شيك ب 150,000 لمشروعك سيف. انت الحين تعنيتي وجيتي لين هنا عشان تعطيني الشيك؟ كان حولتي على حساب البنك. ترى هذا مش مشاركة ولا هو تبرع، هذا جزء من حقك ونصيبك في راس المال في المطعم. وما انت بخايف اني اتوهق في المشروع هذا زي ما توهقت في المطعم؟ لا، هذه المرة انا واثقة انك بتنجح وبتكسر الدنيا. شلون انت واثقة اذا انا اصلا ماني واثق من هذا النجاح؟ عهد انا داخل المغامرة هذه ترى بشوية احلام، مبلغ يمكن ما يساوي الربع راس المال، بس الفلوس هذه هي جزء من نجاحك انت العشرين سنة اللي راحوا. ويا رب دائما تكوني ناجحة. يعني الحين انت ترفضني وما تبيني اوقف جنبك؟ لا بالعكس، انا ابيك توقفين بجنبي، بس لما اكون في نفس مكانك ونجاحك. انت بديت من زمان يا عهد، لكن انا توني الحين ابدا، ويوم اللي اوقف على رجولي الصح وقفي معي وسانديني. اذا هذا اللي يريحك ويرضيك ابشر، انا معك باللي يريحك.